Hi guys, so هذا هو part 2 من ال winter fashion trends أو موضة الشتاء. وبهذا ال part رح نحكي عن البلاطين أو ال pants. رح نشوف كتير دارج لهاي السنة هم بلاطين ال trousers أو بلاطين القماش، بس العريضين منهم مش السكيني. رح نشوفهم بكذا لون، سواء كان بيج، كامل، بلاك، في كل الألوان اللي ممكن تشوفوها، ورح تنسقوها بأكتر من طريقة، سواء كانت formal، casual، chic، كاجوال، اي لوك بتقدروا تنسقوهم بطريقه تكون كتير كتير حلوه على اللباس. تاني اشي رح نشوفه هم بلاطين الوايت ليك بانز او جينز، اللي هم بلاطين الجينز العريضه، وخصوصي بلاطين الجينز الغامقه. رح كتير نشوفهم هاي الشتويه وبكذا موديل، وخصوصي رح نشوفهم بقصه الكارغو بانز. ثالث نوع بلاطين رح نشوفه دارج لهي السنه هم الليذر بانز او بلاطين الجلد، خصوصي لونهم اسود. رح كتير نشوف بلاطين جلد رح يتنسقوا باكثر من طريقه، ممكن تلبسوهم مع بليزرز، مع بافر جاكيتس، مع الترنش كوتس، بيطلعوا كتير كتير elegant وبيعطوا لوك كتير حلو لهاي اللبسة. تابعوني ببارت 3 لنحكي أكتر عن الجاكيتس والبليزرز.